التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية دائما بأبرز العناوين. مجلس الحرب الإسرائيلية يكلف فريق التفاوض بصياغة مقترح لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وإحالته إلى الوسطاء. زعيم المعارضة الإسرائيلية يؤكد تلقيه ونتنياهو تحذيرات مسبقة من أجهزة الأمن بشأن هجمات 7 أكتوبر وما قبلها. الأمم المتحدة تستأنف نقل المساعدات من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة على ساحل غزة. والآن إلى تطورات العدوان على قطاع غزة. وجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب كلف فريق للتفاوض بصياغة مقترح لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. أضافت وسائل الإعلام أن المقترح الجديد سيحال إلى الوسطاء لبدء جولة جديدة من المفاوضات. وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن المقترح الجديد سيقوم بصياغته مسؤول ملف المحتجزين في الجيش، ويتضمن تسوية لبعض النقاط الخلافية على أن تجري مناقشته في أقرب وقت ممكن. كان مجلس الحرب الإسرائيلي صدق على استئناف المحادثات المجمدة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة. وأقر مجلس الحرب في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبادئ توجيهية محدثة لفريق التفاوض الإسرائيلي، وذلك قبل العودة للمفاوضات مرة أخرى. بعد سلسلة من المراوغات والأكاذيب مارسها الاحتلال خلال الأيام الماضية ضد الدور المصري في الوساطة، صادق مجلس الحرب الإسرائيلي على استئناف المحادثات المجمدة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد أن جمدت من قبل نتيجة تعنت الاحتلال في بعض بنود الاتفاق. اجتماع مجلس الحرب الذي استمر أكثر من 4 ساعات بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بالإجماع خلال اجتماعه مبادئ توجيهية محدثة لفريق التفاوض الإسرائيلي، وذلك بعد أن رفض نتنياهو خلال اجتماع سابق عرضا قدمه مسؤول ملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس نيتسان ألون. تضمن الاقتراح الذي قدمه ألون ورفضه نتنياهو من قبل استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعدد المحتجزين الأحياء الذين يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وهو المقترح الذي وافق عليه أعضاء مجلس الحرب بيني غانتس ويوف جالانت وجادي أيزنكوت الذين أعربوا عن دعمهم على مستويات مختلفة لاقتراح ألون، وطلبوا السماح لفريق التفاوض بحرية العمل الكاملة من أجل التوصل إلى اتفاق.
يأتي قرار مجلس الحرب الإسرائيلي العودة للمفاوضات بعد مظاهرات كبرى شهدتها مدن تل أبيب والقدس المحتلة لعشرات الآلاف من الإسرائيليين مطالبين بالعمل على الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة وسط دعوات لإسقاط حكومة نتنياهو التي اتهموها بعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس في إطار المفاوضات غير المباشرة. عودة إسرائيلية بعد مراوغات قامت بها من أجل الضغط على الوسطاء، إلا أن تهديد مصر بإمكانية انسحابها من المفاوضات التي تقودها لإنهاء الأزمة في قطاع غزة أجبر الاحتلال على الانصياع مرة أخرى لإرادة القاهرة لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء. ذكر استطلاع رأي أجرته هيئة البث الإسرائيلية أن 70% من الإسرائيليين يؤيدون فكرة تقديم موعد الانتخابات العامة. استطلاع الرأي جاء بالتزامن مع غضب الشارع الإسرائيلي خلال الفترة الحالية وتنظيم تظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب طريقة إدارته للحرب على غزة وفشله في الإفراج عن المحتجزين بالقطاع. هاجم مستوطنون إسرائيليون بحماية جنود جيش الاحتلال شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بالطحين الأبيض، وذلك قرب حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية وهي في طريقها إلى قطاع غزة. أظهرت صور المستوطنين في أثناء هجومهم على الشاحنات وقوافل المساعدات وتدميرها وإتلاف حمولتها وإطلاق النار على عجلاتها لإيقافها. انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن التحذيرات الأمنية قبل معركة طوفان الأقصى. أكد لابيد أنه تلقى هو ورئيس الحكومة تحذيرات مسبقة من أجهزة الأمن بشأن استعدادات الفصائل الفلسطينية لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية، وذلك قبل 7 أكتوبر الماضي. أضاف لابيد أن نتنياهو قلل من شأن تلك التحذيرات مدعيا أن حركة حماس تم ردعها واستبعد إمكانية حدوث أي هجوم في ذلك الوقت. قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إنه يعتزم تقديم مقترح لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أسرع وقت ممكن بشأن أحداث 7 أكتوبر. وأشار غانتس إلى أن أحداث 7 أكتوبر والفترة التي سبقتها واستمرار العمليات العسكرية تشكل هزة وطنية وتختم على إسرائيل تحتم على إسرائيل التعلم من هذه الدروس، لافتا إلى أن تشكيل لجنة تحقيق هو الإجراء الصحيح لاستمرار عمل الدولة ومواجهة التحديات القانونية الدولية التي تواجه إسرائيل على حسب قوله. نفى مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية ما كشف عنه جيش الاحتلال بشأن حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تحذيرات من شعبة الاستخبارات العسكرية بخصوص هجوم محتمل من غزة قبل 7 أكتوبر. وقال مكتب نتنياهو إن تقديرا استخباراتيا عسكريا في شهر مارس من العام الماضي أشار إلى أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد وتريد تحسين الحياة في قطاع غزة. كما أوصى تقدير استخباراتي عسكري في مايو الماضي بالتوصل إلى تسوية مع حماس وفق المكتب. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الجيش فشل في 7 أكتوبر الماضي، وأضاف هاجاري إن قضية التحذيرات من هجوم 7 أكتوبر سوف تخضع للتحقيق لضمان عدم تكرار ذلك الأمر مجددا وإجراء الإصلاحات اللازمة داخل الجيش. وللمزيد انضم إلينا من الخليل أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد أحمد معنا في هذه الجولة. يعني بداية دعنا نتحدث عن الخلافات في الداخل الإسرائيلي، ويعني قول البعض بتلقي تحذيرات ثم نتنياهو ينفي هذه التحذيرات، برأيك لماذا الذي يحدث داخل الحكومة الإسرائيلية؟ تحياتي لكم. يعني حقيقة إثارتكم أو انفرادكم بإثارة هذه الجزئية للنقاش هو
أمر يعني محل احترام وتقدير. الحاصل اليوم في إسرائيل بأن هناك مفارقة ومقارنة تجري ما بين جهاز الاستخبارات العسكرية في ظل أهرون حليوة في الأعوام 2022-23 و24 وبين جهاز الاستخبارات العسكرية في عام 73 إبان رئيسه زعيرة والذي كان في حينه طبعا بان حرب 20 أكتوبر المجيدة. الغريب في الأمر أن جهاز الاستخبارات العسكرية والذي استقال رئيسه منذ أسابيع قام منذ أيام بترقية الضباط، اثنين من الضباط الذين وجهت إليهم تهم الفشل أو رموا بحجر الفشل في الإنذار عن أحداث 7 أكتوبر. وهنا عندما تتشكل حالة رأي عام في إسرائيل يفترض أن يخضع الجهات الأمنية أو السياسية لهذه الضغوط، ولكن الذي حدث هو عكس تماما التوجهات العامة في إسرائيل، إذ أن تثبيت الاثنين الذين تم ترقيتهما قد وقع، وبالتالي حصل ما هو مخالف لتوجهات الناس وصولا إلى التفجير مع مكتب رئيس الوزراء. جهاز الاستخبارات العسكرية ذهب من خلال كشفي لهذه الجزئية إلى الدفاع عن نفسه، إذ أنه تهمة الاثنين اللذين تم ترقيتهما أنهما كانا جزءا من فشل هو غير صحيح. جهاز الاستخبارات العسكري وعلى عكس الاستخبارات في عام 1973 قام بواجبه على أكمل وجه وأكمل صورة، قدم التوصيات وقدم التقارير وقدم المخاوف إلى المستوى السياسي متمثلا بمكتب رئيس الوزراء، وبالتالي المسؤولية الكاملة تقع على المستوى السياسي وليس على المستوى الاستخباري. وبالتالي جاءت هذه التسريبات من قبل الاستخبارات العسكرية أولا لتدافع عن الجهاز، ثانيا لتدافع عن جزئية ترقية اثنين من الذين اتهما بعملية بالفشل يوم 7 أكتوبر، ثالثا وهو رمي المسؤولية برمتها على المستوى السياسي المتمثل برئاسة الحكومة وبنيامين نتنياهو شخصيا. طيب في رأيك سيد أحمد، يعني الضغط من الشارع داخل الشارع الإسرائيلي والمظاهرات التي يقوم بها المواطنون الإسرائيليين للوصول لحل أو لصفقة لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين، في رأيك هل هذا هو سبب موافقة نتنياهو على العودة لطاولة المفاوضات مرة أخرى والحديث عن إمكانية الوصول لهدنة؟ الواقع في إسرائيل اليوم لا يحتمل حالة لا سلم ولا حرب رغم استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلا أن المجتمع في إسرائيل يعتبر بأن التراجع أو بطء العمليات العسكرية في رفح وعدم اندفاع القوات الإسرائيلية بنفس الشكل الذي كان في شمال قطاع غزة ووسطها محافظة خان يونس هو أشبه بحالة اللا حرب. اللا حرب يعني هناك يجب أن يكون بديل يقدم للحكومة الإسرائيلية، فبالتالي ذهب بنيامين نتنياهو إلى إعادة صياغة عملية التفاوض والصلاحيات الممنوحة للطاقم المفاوض، إضافة إلى مسألة هي أن الجانب المصري قد وجه أشبه بتحذير إلى الحكومة الإسرائيلية إن كان ذلك فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في رفح أو على وجه خصوص أقصى الجنوب محور فيلادلفيا أو الانسحاب من مسألة التفاوض. وحقيقة بأنه الإسرائيلي اليوم لا يجد أي من الأطراف ممكن أن تتجاوب معها المقاومة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص حماس إذا استبعد أو إذا غادر الوفد المصري أو الطرف المصري والقطري المربع، وبالتالي الإسرائيلي يجد نفسه مرغما أخاك لا بطل وإن لم يكن أخا ولا شقيقا أن يتعاطى مع الطرح المصري بالطريقة التي طرحت، رغم أنه وهنا جزئية في غاية الأهمية، رغم أنه قبل أقل من 48 ساعة قامت الصحف العبرية بشكل غير مسبوق بتوجيه اتهامات لجمهورية مصر أنها عدلت بالاتفاق بعد أن وافقت عليه مصر، غيرت بالبنود إسرائيل وغيرت، ولكن كل هذا نفته المصادر المصرية بشكل مؤكد وبالدليل وبالتفاصيل الكاملة عن هذا الاتفاق، ولكن يعني أنها إسرائيل دائما تتعمد أن تثير يعني أكاذيب لعدم فتح الهشاشة الداخلية لديها. ولكن دعني أتجه معك إلى يعني شق آخر وهو الاعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين وبوجود دولة فلسطين وبضرورة حل الدولتين. في رأيك هذه الضغوط أو هذا الآراء الأوروبية والاعترافات الأوروبية هل تمثل ضغوط على نتنياهو وحكومة نتنياهو، أم الفاعل والمؤثر الوحيد على نتنياهو هي أمريكا؟
الفاعل الوحيد أمريكي كان قبل أولا أحداث السابع من أكتوبر، ثانيا قبل أحداث الرابع عشر من نيسان، وثالثا قبل مسألة محكمة الجنايات الدولية وتوجيه لوائح اتهام أو عريضة اعتقال وتوقيف بحق بنيامين نتنياهو وزير دفاع يوف جالانت. ما بعد ذلك أصبح لدى الإسرائيلي قناعة شبه راسخة بأن الأمريكي لا يمكن له أن يبسط نفوذه وسيطرته وسطوته على معظم الأقطار السياسية في العالم، لا يمكن أن يوفر حماية مطلقة للاحتلال الإسرائيلي، والدليل بأن هناك محكمة جنايات ستصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لم تتمكن الإدارة الأمريكية من منعها ووقفها. بالفعل ونحن غدا بصدد إصدار محكمة العدل الدولية إجراء بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، برأيك يعني هل من الممكن لإسرائيل أن تنفذ هذا القرار أم أنها كالعادة لن تبالي لهذا القرار وستستمر في الإبادة التي ترتكبها؟ المجتمع في إسرائيل منقسم، وهذا ينعكس طبعا على الحكومة، منقسم إلى قسمين. الأول يرى بقرارات المحكمة وإن لم تكن ملزمة هي طوق نجاة لإسرائيل قد ينزلها عن الشجرة التي اعتلتها منذ حوالي 8 أشهر، والجزء الآخر يرى باستمرارية العمليات العسكرية هو طوق نجاة لحكومة بنيامين نتنياهو وللوب المتطرف الذي يحيط به، وبالتالي هناك حالة انقسام في المجتمع الإسرائيلي بما يتعلق بوقف اطلاق النار. ولكن الاعتقاد السائد أن إسرائيل لن تقبل بوقف اطلاق النار على اعتبار مسألة واحدة، وهي حكومة بنيامين نتنياهو اليوم وهي على بعد أيام معدودات من مسألة التجنيد الإجباري لليهود، وخاصة فيما يتعلق بمحكمة العدل العليا في إسرائيل، إذ أن هناك لغم كبير سينفجر في وجه نتنياهو وحكومته، وبالتالي لا تحتمل الحكومة مغادرة المتدينين ثم مغادرة سموتريتش وبن غفير اللذان وضعا شرطا لا يمكن التخلي أو التنازل عنه، والذي يتمثل بالعمليات العسكرية. وبالتالي نتنياهو وإن كان في عقله الباطني يرى بقرارات المحكمة طوق نجاة لحكومته وكذلك للمجتمع والجيش لإسرائيل الذي يتكبد خسائر ومرة أخرى يفشل في تحقيق الأهداف التي رفعت منذ اليوم الأول للحرب وتقصف على مدى وصلت الساعة الفكرة المستوطنات. وصلت الفكرة وعذرا لضيق وقتي سيد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية من الخليل والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 عسكريين في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وبهذا يرتفع عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال إلى 3573 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، وبينهم 1774 في الهجوم البرية. كما أفاد جيش الاحتلال بارتفاع عدد القتلى بين صفوفه إلى 634 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، فضلا عن إصابة 554 بجروح خطيرة. أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها احتجزت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال أساف حمامي يوم 7 أكتوبر. أوضحت الفصائل أن اللواء حمامي تعرض للإصابة في أثناء اعتقاله في 7 أكتوبر. وعلى جانب آخر أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف تمركز لجنود الاحتلال بقذائف الهاون على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة. كما قصفت الفصائل بوابل من قذائف الهاون النظامية عيار 60 الجنود والآليات المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح الفلسطينية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 91 شهيدا و21 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35,800 شهيد، كما بلغ عدد المصابين 80,011 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 85% من مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومحى أحياء بالكامل. أضاف المغبط في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن 100,000 فلسطيني في شمال القطاع يحتاجون إلى المستلزمات الطبية، وذلك في ظل انعدام تام بخدمات القطاع الصحي وعدم وجود أماكن تؤوي المرضى والجرحى، فضلا عن شح المياه والانقطاع الدائم للكهرباء. هناك عملية عسكرية قائمة اليوم أو من ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في مخيم جباليا والمخيم حتى الخيام الخاصة بهذا المخيم. قبل العملية العسكرية التي بدأت منذ بضعة أيام، كانت تقديراتنا بأن حوالي 85% من منازل مخيم جباليا قد دمرت بالكامل. الصور الأولية التي تخرج من المخيم والتي لا يمكننا حتى الآن يعني إجراء إحصاء كامل، ولكن هنالك أحياء قد مسحت بشكل كامل جراء القصف العشوائي والممنهج الذي ترتكبه إسرائيل في هذا المخيم. طلبت وزارة الصحة الفلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة قبل فوات الأوان، وحذرت الصحة الفلسطينية من أن عشرات المرضى مهددون بالموت خلال ساعات من جراء نفاذ الوقود بالمستشفيات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في جباليا وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته، كما اعتقلت أحد أفراد الطواقم بعد حصار دام لأربعة أيام. أفادت مصادر طبية بأن المتبقي في المستشفى هو 14 موظفا مع 11 مصابا ومرافقين، ورفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإجلاء الجرحى. أكدت المصادر فقدان محافظتي غزة وشمال القطاع القدرة بالكامل عن تقديم الخدمة الصحية في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تزايد أعداد المصابين بالأمراض المعدية في قطاع غزة، وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية. أكدت الأونروا استمرارها في تقديم الرعاية الصحية للمصابين، ومشيرة إلى أن اكتظاظ الملاجئ بالنازحين ومحدودية الصرف الصحي يشكلان مخاطر صحية شديدة على أهالي قطاع غزة. وفي الأثناء، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وكالة الأونروا تمثل شريان حياة لا غنى عنه في قطاع غزة والمنطقة. وأضاف بوريل أن جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها للوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا لا تزال في وضع مالي حرج، وشدد على ضرورة زيادة دعم الوكالة الأممية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري بجنوب قطاع غزة لليوم 17 على التوالي، وسط تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3,000 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، إضافة إلى عرقلة سفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج خارج القطاع المحاصر. من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع أن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا. وفي بيان له، أكد القنوع أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاق معبر رفح خلال العملية العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن العدوان على رفح الفلسطينية أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية نتيجة منع دخول المساعدات، بالإضافة إلى حرمان الفلسطينيين من التنقل والسفر والعلاج في الخارج. تتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي التجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم. يأتي ذلك على الرغم من تكدس الشحنات المحملة بالمساعدات أمام المنافذ بسبب تعنت جيش الاحتلال لإدخالها. Thank you.
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر توصلا لذلك مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. هكذا نصت المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف، وفوق هذا المبدأ القانوني والإنساني سارت إسرائيل دهسا عليه. نحن متلم מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. كانت النية مبيتة إذن لدى حكومة الاحتلال لا لتدمير قطاع غزة فحسب عبر الآلة الحربية، وإنما لاستخدام سلاح التجويع ومنع وصول الأدوية المنقذة للحياة حتى. ومنذ أن شنت إسرائيل حربها ضد قطاع غزة، كانت مصر قد أعلنت استنفاراً على مستويات شتى لاحتواء موجة التصعيد التي كانت مؤشراتها تقول إنها لن تكون مسبوقة. وعلى رأس هذه المساعي التي بذلتها القاهرة كان العمل على استنفار الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لحملها على إتاحة الدخول الآمن والمستدام للمساعدات التي بدأت في الاصطفاف أمام البوابة المصرية لمعبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بل إن مدينة العريش أمست قبلة للجهات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم شيء من المدد الإغاثي أو الإنساني للقطاع الذي كانت الدلائل تقول إنه ماض نحو طريق المجاعة. لكن إسرائيل في المقابل كانت قد أوصلت رسالة إلى العالم أجمع بأنها تقف في الضفة المقابلة من الإنسانية بكل قيمها وموروثاتها، فقصفت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليس مرة أو اثنتين بل 4 مرات متتاليات. كان ذلك حتى قبل أن تعلن نيتها شن هجوم بري على القطاع بأكمله، ما كان قطعا من جانب تل أبيب بأنها لن تسمح بمرور المساعدات إلى داخل القطاع. ومع مرور الشهور تباعا مع وصول الحرب على غزة لما يزيد على 7 أشهر، مع تزايد وتيرة الضغط الدولي على حكومة نتنياهو، سمحت الأخيرة بالشيء المحدود للغاية من هذه المساعدات للدخول إلى القطاع مع استثناء المناطق الشمالية منه والتي دخلت بدورها على خط المجاعة المحققة. ليأتي التطور الأخطر بعدما استولت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حولت المنطقة الشرقية بأكملها من محافظة رفح الفلسطينية لمنطقة قتال، فأصبح دخول المساعدات من الجانب المصري مستحيلاً، ثم أغلقت كذلك معبر كرم أبو سالم لتحول دون أي دخول للشاحنات التي اكتظت بها الشوارع والطرق المحيطة بمعبر رفح بين مصر والقطاع. نحن هنا من داخل الساحة التي خصصتها السلطات المصرية لتصطف بها طوابير الشاحنات، تلك الشاحنات المحملة بأشكال المساعدات الغذائية والإغاثية والدوائية والطبية لتصل إلى عمق قطاع غزة. كانت إسرائيل قد فرضت كل أشكال المعوقات التي لم تكن تسمح إلا بالشيء المحدود والمحدود للغاية للدخول إلى عمق قطاع غزة، لكنها ومنذ أن استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري حالت دون وصول أي شاحنة مساعدات إغاثية إلى عمق قطاع غزة من معبر رفح، بعدما حولت الجانب الفلسطيني من المعبر إلى منطقة عمليات عسكرية. هي نفسها سلطات الاحتلال التي أغلقت معبر كرم أبو سالم أمام كل الشاحنات الراغبة في الدخول إلى قطاع غزة من ذلك المعبر لإيصال الوقود والدواء والغذاء. هي السلطات التي تحول دون وصول سبل الحياة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. تحول الانتظار بقائدي الشاحنات أولئك من ساعات اعتادوها لأيام، ثم تحولت الأيام تباعا لأسابيع، ومن بعد ذلك لأشهر، وتحول سلوك المنتظر العابر إلى حياة تشبه حياة المقيم. لي 40 يوم ومش عارفين ندخل المعونة بسبب الدبابات الواقفة والضرب اللي شغال جوه. بنتبهدل بس هنعدي ازاي والدبابات دي شغاله بتضرب. اول 15 يوم اللي عدوا اللي فات دولت حصل فيهم ضرب، دخلت انا من اول 10 عربيات، اول عربيه انا في الاول 10 عربيات ضربوا عليا نار الجماعه الاسرائيليين، تمام، 4 فرق كوتش ضيعوا مني. احنا دلوقتي العجل بتاعنا واقف والدنيا والبطاريات بتبوظ والبضاعه بتبوظ
وجايين من كرم ابو سالم ساعه الضرب والدبابات واقفه ومش عارفين نخش وهنخش منين ولا هنعمل ايه. اخواتنا الفلسطينيين متبهدلين مش لاقين واكل ولا رايقين شرب، وادي البضاعه واقفه هنا، البضاعه ضربت يا ناس، ناس اتفقنا حرام عليكم. احنا دلوقتي واقفين بقالنا 25 يوم محملين مساعدات وكلها تنتهي الصلاحيه، فدلوقتي كل وفروا لنا امان عشان نقدر نخش ننزل المساعدات لاخواتنا اللي جوه في كرم ابو سالم. قالت العرب قديما في ادب الامثال: رمتني بدائها وانسلت. وهكذا سارت اسرائيل ولا تزال تفعل الجريمه ثم تنقص على عقبيها وتمضي، فقصفت ثم قتلت ثم جوعت ومنعت كل سبل الحياه عن قطاع مزق كل ممزق، ولم يعد فيه ما يتيح العيش الآدمي، لتراهن على ما كانت تظنه عما أصاب أعين الجميع، لتلقي بالتهم تترى على من شاءت، لا تسأل يومئذ عن حمرة الخجل. من أمام ساحة انتظار الشاحنات التي أتاحتها السلطات المصرية لتلك الشاحنات، أحمد أبو زيد، القاهرة الإخبارية. استأنفت الأمم المتحدة نقل المساعدات من الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة ساحل قطاع غزة، وذلك بعد توقف عمليات التوصيل لمدة يومين. وتتولى الأمم المتحدة مسؤولية تنسيق توزيع المساعدات عند الرصيف العائم، كما أكدت المنظمة أن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريق الأكثر جدوى وفعالية لمكافحة الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات على الأقل يوميا. دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق في ارتكاب أعمال تعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت المقررة الأممية إن التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال، وذلك منذ بداية الحرب، ومشيرة إلى أن الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة محتجزون في سجون تديرها خدمة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها، مؤكدا أن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي. أضاف وزير الدفاع المصري خلال حضوره نشاطا تدريبيا عسكريا أن الدولة المصرية تقوم بدور مهم وفعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مؤكدا التعامل مع الموقف الحالي بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين. وصف مسؤولون في الإدارة الأمريكية الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية. وأوضحت صحيفة بوليتيكو نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في السيطرة على أجزاء من غزة وحولت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها، وذلك من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى أن إسرائيل تهدر فرصة انتصارها على حركة حماس بنحو كارثي. أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم على خلفية عدم تحقيق إسرائيلي أي انتصار عسكري حقيقي ضد حماس في قطاع غزة. أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل تهدر بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حركة حماس. يتصاعد مؤشر القلق داخل الإدارة الأمريكية يوما بعد يوم، خشية فشل حليفتها الأولى في الشرق الأوسط إسرائيل في تحقيق أي انتصار عسكري حقيقي ضد حماس في قطاع غزة، تزامنا مع دخول العدوان شهره الثامن في القطاع المحاصر. مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفوا الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة بأنها هزيمة ذاتية يمكن أن تفتح الباب أمام عودة حركة حماس مرة أخرى
للسيطرة على القطاع، وذلك بعد أن فشلت الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على أجزاء من غزة بعد تطهيرها، وجعلت السكان المدنيين وبقية العالم ضدها من خلال القصف واسع النطاق والمساعدات الإنسانية غير الكافية. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى من أن إسرائيل تهدر بشكل كارثي فرصتها لتحقيق النصر على حماس، وتخسر أفضل فرصة لها للقضاء على سيطرة الحركة على قطاع غزة، على الرغم من الدعم الكامل واللامحدود الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، إلا أن مرور نحو أشهر من العدوان نحو تحقيق أي انتصار حقيقي دفع المسؤولين الأمريكيين للإعراب عن خوفهم من عدم تحقيق انتصار عسكري في قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان استغل لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل الأسبوع الماضي لمناقشة كيف يمكن أن تؤدي العمليات العسكرية إلى نجاح قابل للتحقيق ودائم ضد حماس، وذلك في محاولة لتخفيف حدة القلق الموجودة لدى إدارة البيت الأبيض من فشل إسرائيل في غزة. مستوى الانتقاد الأمريكي للمسؤولين الإسرائيليين، والذي لم يشهده الاحتلال منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، يأتي بعد مضي نحو 8 أشهر على الحرب في غزة. لم تتمكن إسرائيل فيها من تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة والمتمثلة في إعادة جميع المحتجزين والقضاء على حركة حماس وبنيتها التحتية في القطاع ومنع انطلاق أي هجمات ضد إسرائيل من قطاع غزة. وللمزيد ينضم إلينا من نيويورك ماك شرقاوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد ماك، ودعني في البداية أبدأ معك بهذا الخبر الذي جاء منذ قليل على موقع إكسكيوس، وهو بأن مدير وكالة مخابرات المركزية الأمريكية سيعقد اجتماعا مع رئيس الموساد لإحياء المفاوضات بشأن المحتجزين في غزة. يعني في رأيك ما الذي من الممكن أن تفعله أمريكا للضغط على إسرائيل للقبول بأي صفقات في هذا الاجتماع؟ أهلا بيكي وأهلا بجمهورك الكريم. أنا بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة في مأزق، عندما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الإسرائيلي المحتل الأراضينا الحرة في فلسطين كانت بذريعة الفزاعة حماس، فإن لم تستطع قوات الجيش الغاشم الإسرائيلي أن تحقق أي انتصارات على الأرض ضد حماس، ولازالت النهاردة العمليات بتخرج في جباليا في شمال قطاع غزة وفي خان يونس ضد يعني قوات الاحتلال، فالنهاردة أصبح ما يظهر إلى الداخل الأمريكي أن ما تفعله إسرائيل ليس استهداف حماس لكن استهداف الشعب الفلسطيني واستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وتدمير أكثر من 70% من منازل والبنية التحتية في غزة. فالموضوع ليس فقط هو وقف يعني حماس أو تأمين إسرائيل لنفسها من أن تنطلق هجمات من حماس ضدها في إسرائيل، أصبح النهاردة متورطة إسرائيل في أن القطاع أصبح 70% أو أكثر خارج الخدمة وهي سلطة احتلال. المفترض على إسرائيل عليها التزامات دولية بأن ترعى قطاع غزة، وأكثر من 2.3 مليون فلسطيني موجودين في هذا القطاع. فنهاردة الأمور أصبحت بعد التصريحات الغريبة الشكل من بنيامين نتنياهو أن الحرب سوف تستمر لسنوات، فالحرب هي ليست فقط للقضاء على حماس، إن الحرب هي القضاء على الشعب الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية، ويعني محاولة مستميتة إلى إفراغ فلسطين من الفلسطينيين. فالنهاردة الأمور بدأت يعني تظهر على الساحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليها أن تنبه إسرائيل أن احنا ندعمك لكي تقضي على القوات العسكرية أو المقاومة التي يمكن أن تسبب لك في المستقبل كما تزعم إسرائيل، وهي قوات مقاومة تقاوم احتلال وفقا للشرعة الدولية ووفقا للقانون الدولي. فالأمور بدأت تتغير، إصرار إسرائيل على إطالة أمد الحرب بغية في الضغط ثم الضغط ثم الضغط على الفلسطينيين لكي يرحلوا عن قطاع غزة وتجبرهم على التهجير.
طيب سيد ماك، ونحن نتحدث عن أنه بالغد سيكون هناك يعني قرار من محكمة العدل الدولية لنتنياهو، وأيضا منذ بضعة أيام كان هناك قرار من الجنائية الدولية بإدانة نتنياهو والمسؤولين البارزين الإسرائيليين. برأيك يعني كيف سيكون رد الفعل الأمريكي إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا ضد نتنياهو غدا؟ أعتقد أن الرد كان موجود اليومين اللي فاتوا. الكونجرس الأمريكي قال أنه هو هيوقع عقوبات على المحكمة الجنائية إذا ما أصدرت هذا القرار، وأعتقد أن أيضا هذا القرار يعني إذا لم تستطع المحكمة الجنائية إلى يومنا اللي احنا فيه النهاردة ده أن تنفذ مذكرة التوقيف على الرئيس البشير السابق للسودان، هل سوف يتم تنفيذ القرار على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل؟ فأعتقد أن يعني الأمور بالتأكيد ليس فيها تفاؤل أنها سوف يتم القبض على بنيامين نتنياهو، وإن كان فرنسا أعربت أنها سوف تساعد المحكمة الجنائية في القبض عليه إذا ما صدر قرار، وهو بالتأكيد يعني شيء صعب المنال، ولكن هو بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تقف ضد هذا الأمر، وبدأت الأمور تتضح أن المجتمع الدولي الأوروبي والأمريكي الأمريكي والغرب عندما أنشأوا المحكمة الجنائية الدولية في 1990 وبدأت عملها في سنة 2002 هي موجهة إلى القارة الإفريقية ودول العالم الثالث، فهل تجرأتم أن تصدروا قرارات اعتقال وأن تنفذوا العدالة على باقي الدول اللي هي المفترض وفقا للفكر الأمريكي والأوروبي فوق الجميع وفوق الدول الأخرى؟ سيد يعني سيد ماك استأذنك سريعا يعني نظرا لضيق الوقت، بالنسبة لشحنة الأسلحة التي حجبتها أمريكا عن إسرائيل منذ وقبل أسابيع يعني باعتبارها تتخوف من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين وبالذات في رفح الفلسطينية، يعني في رأيك ما مصير شحنات العسكرية والمساعدات العسكرية من أمريكا إلى إسرائيل؟ هو بعض التقارير قالت أنها وصلت إسرائيل من داخل إسرائيل وهذا غير حقيقي. القنابل 2000 رتل اللي هي MK-84 وقف وصولها إلى إسرائيل، لكن هذا لا يعني شحن العديد من الأسلحة الأخرى والذخائر. يعني هناك يعني مليارات الدولارات من المساعدات والأسلحة ذهبت إلى إسرائيل وسوف تذهب إلى إسرائيل. هو ليس وقف تسليح إسرائيل ولكن وقف الأسلحة التي يمكن أن تستخدم ضد المدنيين وتحدث إصابات تتعدى الأرقام اللي احنا شايفينها النهاردة يعني عشرات الآلاف من الشهداء. فأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا تحصل إسرائيل على تلك القنابل التي ممكن أن تحدث آثار رهيبة مع المدنيين، خاصة بازدحام قطاع يعني الجنوبي من قطاع غزة في مدينة رفح الفلسطينية بأكثر من 1.4 مليون من الفلسطينيين موجودين في هذا النطاق الضيق جدا، فسوف تكون النتائج كارثية. شكرا جزيلا من نيويورك الكاتب والباحث السياسي ماك شرقاوي، شكرا جزيلا. والآن مع ملف محكمة العدل الدولية. Palestinian state. They should go. Arms unlawful. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر غدا الجمعة حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. قالت العدل الدولية أنها سوف تبت في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية في قطاع غزة. وكانت جنوب أفريقيا قدمت طلبا للمحكمة لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب على قطاع غزة. أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد المخاوف الكبيرة في إسرائيل حالياً
أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يعني أن إسرائيل ستحتاج مرة أخرى إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد القرار. أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيستريت أن بلاده ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وفي معرض رده عن سؤال بشأن التزام ألمانيا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية أكد التزام بلاده بتنفيذ قرارات المحكمة وأخذها على محمل الجد. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت كولومبيا، والتي يعتبر رئيسها جوستافو بيترو الحرب أو يعتبر الحرب الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية، أنها ستفتح سفارة لها في رام الله بالأراضي الفلسطينية. وتعد كولومبيا، والتي تشتهر بمواقفها الداعمة لفلسطين، أبرز الدول المعترفة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أنها الأكثر رفضا لسياسات إسرائيل وقادتها. اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين الأبدية يضع إسرائيل أمام خيباتها. فبعد أكثر من 76 عاما من التخطيط للقضاء على القضية الفلسطينية وطمس هويتها، تأتي الاعترافات تباعا. فبالأمس انشقت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا عن الصف الأمريكي البريطاني الداعم لتل أبيب ليقرروا الانضمام إلى أصحاب الأرض الأصليين. أما اليوم فتأتي كولومبيا لتزيد من رصيد الاعترافات الدولية بحق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم، وتعلن على لسان وزير خارجيتها لويس موريلو أن رئيس جوستافو بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لفتح السفارة لبلاده في رام الله بالضفة الغربية. أصدر الرئيس بيترو أمرا بفتح السفارة الكولومبية في رام الله، وتمثيل كولومبيا في رام الله هي الخطوة التالية التي سنتخذها. نحن على يقين من أن المزيد من الدول سوف تعترف بالدولة الفلسطينية. لقد وافقت الأمم المتحدة في سياق اتفاقية أوسلو على ضرورة تطبيق حل الدولتين، وبالتالي فإن ذلك الأمر يتطلب الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. قرار بمثابة صفعة جديدة توجهها كولومبيا لتل أبيب التي لم تأخذ صفها يوما، حيث حرص الرئيس بيترو منذ بداية الحرب الدامية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة على رفض تجاوزات نتنياهو وحكومته، وصفا ما يحدث في القطاع بالإبادة الجماعية. في حقيقة الأمر فإن الاعتراف الكولومبي بدولة فلسطين ليس وليد اللحظة ولا نتاج التعاطف والزخم الدولي مع القضية عقب الحرب الشرسة على قطاع غزة، لكنه نهج قديم اتبعته بوغوتا منذ عهد رئيس الوزراء السابق خوان مانويل لتكون في صدارة الدول 147 المعترفين بالوجود الفلسطيني. يوما تلو الآخر تزداد حصيلة الدول المعترفة بفلسطين وحقها وأهلها في الحياة لتكون بمثابة الخنجر الذي يغرسه العالم في ضمير إسرائيل الغائب، استجابة لصرخة أكثر من 2 مليون شخص واجهوا شيطان تل أبيب عزلا غير متسلحين سوى بإيمانهم بوطنهم وقضيتهم. تتصاعد الأصوات الداعمة لفلسطين في الاتحاد الأوروبي بسبب الممارسات الإرهابية لسلطات الاحتلال في قطاع غزة، وتتخوف الولايات المتحدة من تزايد موجات الكراهية لإسرائيل واتساع الفجوة بين إسرائيل وأوروبا. المزيد في سياق العرض التالي، والزميلة بسنت أكرم. إليك بسنت. شكرا لك يا نهى. أهلا بكم مشاهدينا. لم يتوقف الغرب عن دعمه الكبير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في العملية العسكرية على قطاع غزة ليشكل جبهة دعم قوية بجانب واشنطن، غير أن اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية بعد موجة الغضب الشديدة التي شهدتها أوروبا
يشير إلى تغير نظرة الدول الأوروبية تجاه إسرائيل. تقارير إعلامية أمريكية أكدت أن مركز الثقة السياسي الأوروبي بدأ يبتعد بشكل واضح عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أبدت العديد من الدول الأوروبية دعمها الكبير لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وهذا بعد أن طلبت إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت إلى جانب قادة من حركة حماس. التقارير الإعلامية أكدت أن الاتحاد الأوروبي قبل الحرب كان يقترب أكثر من إسرائيل، بما في ذلك من خلال شراكات مهمة ماليا سياسيا في التجارة والعلوم، لكن الحرب وطريقة التي تطورت بها مع تدهور الوضع الإنساني في غزة وطريقة معالجة تل أبيب للأمر سحب الكثير من التعاطف معها. التقارير مشاهدين أضافت أن اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا، أيرلندا والنرويج بفلسطين يشكل رسالة رفض لتصرفات تل أبيب، حتى لو كان تأثير الخطوة ضئيلا على الأرض. وبعد اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، تتجه الأنظار الآن إلى بلجيكا والمعروفة بتأييدها لفلسطين، وكانت قد كثفت انتقاداتها لتعامل إسرائيل مع هذه الحرب، وكذلك السويد التي لها مواقف معروفة مؤيدة أيضا. وبحسب تقرير نشرته جريدة نيويورك تايمز، فإن اعتراف المزيد من الدول في الاتحاد الأوروبي بدولة الفلسطينية قد يجعله ثقلا موازنا رئيسيا للموقف الأمريكي، والذي يرى أن تلك الدولة لا ينبغي أن تولد إلا عن طريق تسوية تفاوضية مع إسرائيل، وهو من شأنه أن يعمق الفجوة بين إسرائيل وأوروبا. وأكثر مشاهدين ما يؤكد واقعية التقارير الأمريكية بشأن الموقف الأوروبي تجاه تل أبيب هو التصريح الأخير لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان، والذي أكد فيه أن هناك مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي كانت في السابق تدعم إسرائيل، تنجرف الآن في اتجاه آخر، مؤكداً أن تلك التحركات تثير القلق لدى الإدارة الأمريكية كونها لا تسهم في أمن إسرائيل وحيويتها على المدى الطويل. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أنه سيعمل مع كل دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتشجيع موقف مشترك للاعتراف بدولة فلسطين، وهذا على أساس حل الدولتين. ذلك مشاهدين بعد استئناف جميع الجهات المانحة في الاتحاد دعمها لوكالة أونروا، والذي يعد أيضا دليلا دامغا على التغير الأوروبي في دعمه لتل أبيب. ويبدو مشاهدين أن استمرار العنف الإسرائيلي ووحشيته لن يمر هذه المرة مرور الكرام، فالاتحاد الأوروبي الذي يعد الكتلة الثانية الأكبر في دعم الاحتلال تعالت به الأصوات المطالبة بدعم الفلسطينيين في حقهم الطبيعي بالعيش في سلام. إلى هنا انتهى هذا العرض، أعود مرة أخرى إلى زميلتي نهى درويش. إليك نهى. شكرا لك بسنت. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن أن عدد السفن التي استهدفتها في البحر الأحمر حتى الآن بلغ 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. أوضحت الجماعة أنها نفذت 8 عمليات ب15 صاروخا وطائرة مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي خلال الأسبوع الجاري. أفادت كذلك بأنها نفذت إحدى عملياتها باتجاه البحر الأحمر أو باتجاه البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن إسقاط طائرتين أمريكيتين مسيرتين في أجواء محافظة الطي مأرب والبيضاء باليمن. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وهذه تذكرة بالعناوين.
مجلس الحرب الإسرائيلي يكلف فريق التفاوض بصياغة مقترح لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وإحالته إلى الوسطاء. زعيم المعارضة الإسرائيلية يؤكد تلقيه ونتنياهو تحذيرات مسبقة من أجهزة الأمن بشأن هجمات 7 أكتوبر وما قبلها. والأمم المتحدة تستأنف نقل المساعدات من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة على ساحل غزة. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لختام هذه الساعة الإخبارية، ودائما تابعونا على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، وللمزيد من التفاصيل تابعونا على رأس الساعة وزميلتي داليا أبو عميرة. شكرا.